التغييرات اللي عم تصير بسيزون 4 شابتر 2 سريعة جدا وكتيرة. حاليا عم تغير معنا اماكن وعم تنزل معنا اماكن، كل يوم عم يصير عنا تغيير جديد، كل يوم عم ينزل عنا رفت بمكان جديد، وكتير اشياء عم تصير معنا باللعبة ما عم نلحق ننزل عنا فيديوهات بشكل مباشر لانه كل يوم عم ينزل شي جديد وعم ينزل مكان جديد وعم ينزل خبر جديد بالنسبة لفورتنايت. اليوم ان شاء الله بنحكي عن اماكن الجديدة اللي نزلت معنا في فورتنايت وعن تفعيل جهاز الريفت وعن شغلة جديدة اللي هي اخر مكان تسرب معنا بالنسبة للاماكن الجديدة اللي عم تنضاف. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. قبل ما بلش المقطع تبعي بتمنى لو انت اول مره عندك شايف فيديو على القناه لايك سبسكرايب بهالقصص الحلوه، كود دعم بالايتم شوب نيمو 9. وبالنسبه لكود دعم بالايتم شوب نيمو 9 بدي احكي لكم شغله، انه الحزمه رح تتوفر بعد 24 ساعه من تنزيل هذا الفيديو اللي ظاهره امامكم. هاي الحزمه رح تنزل بسعر 4 دولار او 3.99 دولار، هذا هو اللي حيكون سعرها. فلو حابين تشتروها مع 600 في بوكس مع باك بلينج مع بيكاكس مع سكين و600 في بوكس، هي الحزمه. لو حابين تشتروها كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 بتمنى تدعموني فيه، رح تتوفر بعد 24 ساعه من تنزيل هذا المقطع. خلينا هلا نفوت بالنسبه للاشياء اللي عم تصير معنا والتغييرات اللي عم تصير معنا في فورتنايت حاليا. التغييرات يا شباب عم تصير كل يوم ويوميا عم يصير تغييرات وكل شوي عم يصير تغيير باللعبه او بالماب بشكل عام. بس هلا في شغله اول شيء بدنا نحكيها انه هي عن جلاكاتوس. جلاكاتوس كلياتنا عرفناه انه هو جاي من الفضاء بالتريلر الخاص بالاعلان تبع السيزون 4، انه هو جاي واجوا الابطال مشان يحاولوا يحموا جزيره فورتنايت منه قبل ما هو يجي. ولكن هلا هو حاليا عم يتقدم اكثر واكثر مثل ما ظاهر امامكم ترتيب الصور، تقريبا عم يتقدم كل يوم او كل يومين، كل يوم او كل يومين عم يتقدم معنا من الفضاء من تاريخ 27 اغسطس اللي هو 27/8 ولحد هاي اللحظه اللي هو 1/9، هيك عم يصير معنا حاليا بالنسبه للسماء. هو عم يجي من السماء او من الفضاء يعني عم يجي، وكل ما له عم يقرب اكثر واكثر بالنسبه معنا لفورتنايت. طبعا بس يقرب اكثر واكثر رح يصير معنا حدث خرافي بنهايه هذا السيزون، انا متاكد بنسبه 1000000% انه رح يصير معنا حدث مو طبيعي بالنسبه لهالقصه اللي عم تصير معنا، لانه كان ما في حدث بهذا السيزون ولكن هلا بدايه حدث خرافي وقصة خرافية للعبة فورتنايت. وبالنسبة للأشياء اللي عم تنضاف، كل يوم عم ينضاف معنا ريفت جديد بالماب. يا شباب الريفت يوميا عم يرجع معنا باللعبة أو كل يومين أو كل 3 أيام عم يرجع معنا لمكان جديد. بلش معنا بهولي هيج، بعد منا راح على ستيمي، بعد منا راح على مكان تاني اللي هو عند فرينزي. كل يوم عم ينزل مكان جديد للريفت، وهي خريطة بجميع أماكن الريفتات اللي ظاهرة أمامكم. كل يوم عم يظهر معنا ريفت، ولكن طبعا مظهر الريفت شو بعد منا وليش عم يظهر الريفت؟ الريفت عم يظهر يا شباب من جهاز ايرون مان اللي ظاهر امامكم. هذا الجهاز يا شباب يوميا عم يتطور اكثر واكثر وعم يشتغل اكثر واكثر، كل ما مدى عم يكتر اكثر واكثر. المدى تبعه مثل مظهر امامكم توزيع الاجهزه الخاصه بايرون مان، اكثر مناطق المحميه بهذا الجهاز اللي هي منطقه فرينزي ونص منطقه كريجي تقريبا، منطقه المزرعه بشكل عام، هي كلها محميه بالاجهزه. ولكن هاي الاماكن هل هي محميه ولا هل هي رح تتضرر وقت الحدث؟ لحد الان مو معروف اي شيء. ولكن الشيء الوحيد اللي احنا بنقدر نتذكره او بنقدر نحكي عليه انه منطقه فرينزي او منطقه المزرعه هي المنطقه الوحيده اللي كانت موجوده بالشابتر القديم. يعني بتقدر تقول ريتال ماشي موجوده كانت من زمان، ولكن كان ما في بجنبها ليزي، ما كان بجنبها كيتي كورنر، ما كان بجنبها دول اماكن. او بليزنت كمان تغيرت، بليزنت هولي جديده، سويتي تقريبا جديده، كل شيء جديد. منطقه سيلتي قديمه ماشي، ولكن اكثر منطقه كانت محافظه على شكلها ومحافظه على اماكنها بالشابتر القديم اللي هي منطقه فرينزي. فما بعرف هل هي منطقه فرينزي محميه والاماكن الثانيه لح تروح، ما مو مفهوم لحد هلا شو الفكره. الاحداث عم تتطور اكثر واكثر معنا، وجهاز الريفت اللي ظهر امامكم هذا عم يتطور اكثر واكثر، وكل ما له عم يعطي اشعاع اكثر. شو بده يساوي هذا الجهاز صراحه مو معروف، وهذا الجهاز اللي عم يتسبب معنا بنزول الريفت على الماب وعلى الاماكن الجديده. بالنسبه للاماكن الجديده حاليا معنا 3 اماكن جديده ظهرت معنا. هاي الخريطه بجميع الاماكن اللي هن انضافوا معنا او رح ينضافوا معنا. حاليا اللي انضاف معنا سكيورتي تراكس اللي ظهر امامكم، اللي هي المنطقه الجديده اللي فيها شو بدي لكم يعني شاحنه سريه، وبعد منا الدوغ هاوس اللي هو منزل الكلب عزكم الله. هذا المكان الجديد تم اضافته بجنب هولي هيج، وهذا المكان كل مكان عم ينضاف عم يكون في ريفت قبل منه، ولكن عم تنشال. انا لحد هلا ما شفت زي عم تنشال ولا لا. منطقه الدوغ هاوس اللي ظهر امامكم هي المنطقه يا شباب عملاقه جدا، يعني درجه انه هي كانت المفروض تكون اسمها انت هاوس اللي هو منزل النمل تبع انت مان تبع فيلم انت مان اللي هو نفسه تبع عالم مارفل. هذا المفروض كان يكون اسمه انت هاوس منزل النمل، ولكن تم تغييره لاخر لحظه بملفات اللعبه ونزلوه باسم الدوغ هاوس. ما في اي شيء غير انك انت بتنزل لتحت واسكم الله البيت تبع الكلب وتبع الشرب تبع الكلب تبع المي الصحن تبعه او الطبق تبعه، كل شيء عملاق. يعني انت بتنزل فعلا انك انت رح تكون على حجم النمله يعني بالنسبه لهذا البيت باللعبه.
والمنطقة الجديدة اللي انضافت معنا اليوم قبل ما نساوي هذا الفيديو بكم ساعة اللي هي منطقة الفهد الأسود، هيك اسمها ملفات اللعبة. أول مرة بشوف اسم عربي داخل ملفات اللعبة بالنسبة للعبة فورتنايت. هاي اللي قرنا سموها باسم الفهد الأسود بالعربي، أنا ضل ببالي اسمها بالعربي. هاي اللي ظاهرة أمامكم تحت، هاي تمت إضافتها بعد ما نزل ملفات اللعبة كتير شغلات بالنسبة للفهد الأسود وقدرات الفهد الأسود وللممثل اللي كان بعالم مارفل اللي توفى تقريبا من 4 أيام أو 3 أيام، رح يكون له قدرات جديدة ورح تنزل شخصيته معنا باللعبة بالنسبة لهاي الشخصية اللي هي شخصية الفهد الأسود. واخر مكان اللي هو رح ينضاف معنا وتسرب معنا هذا المكان، ولكن غير رسمي 100% لانه رح ينزل معنا اكيد 100%. هذا المكان اللي ظهر امامكم عند منطقه الجبل، تقريبيا عند منطقه الجبل الابيض قريب على كيتي كورنل وريتارو اللي ظهر امامكم على اليمين. هاي المنطقه رح يتم اضافه فيها منطقه جديده اللي هي تقريبا مثل مختبر، بتقدر تقول يعني بتقدر تشوفها انه مثل هي مختبر. هاي المنطقه يا شباب ظهرت معنا بالغلط على جالكسي ستور اللي هو المتجر الخاص بسامسونج جالكسي، نزلت معنا بالغلط هنيك، يعني ما مو معروف انه هي هل هي تم تسريبها على العمد ولا على الغلط، ولكن عم يقولوا هن بالغلط نزلت لانه المتجر نزلها بالغلط. هاي المنطقه الاخيره اللي حتنضاف معنا على حسب الملفات اللعبه وجميع الملفات اللي مشفره. هاي المنطقه اللي حتكون عباره عن تحتوي عن ساعه التلت القديمه وصاروخ صغير على اليمين، هذا المختبر وموجود فيه تبع استاك الدومز داي، تبع استاك الدومز داي اللي احنا رجعونا لورا واخذونا على زمن تاني وقت كان ستيف عم يحكي على التليفون وعم يقول انه الريفت والعاصفة وهالقصص هي. شو معناتها المنطقة لحد هلا مو معروف، الصراحة السيزون لحد هلا مو منوضح 100%، في كتير اشياء وفي كتير اسرار لحد هلا ما توضحت 100%. وبالنسبة للريفت اللي كل الناس عم تشوفها وما عم تعرف شو سبب الريفت، يعني انه الريفت ليش عم ترجع؟ الجهاز هو اللي عم يرجع تبع ايرون مان اللي ظاهر امامكم هو اللي عم يرجع وكل ماله عم يتطور اكتر واكتر. وهلا بقى في ريفت جديده ظهرت معنا بنهايه هذا الفيديو اللي هي بمنطقه فرينزي فارم. منطقه فرينزي فارم هلا ظهر فيها ريفت جديد، ولكن ما في اي شيء ملفات اللعبه بدل على انه في مكان جديد رح ينزل مشفر ونحن ما بنعرف شو في جواته مثلا، ما في اي شيء بدل على نزول مكان جديد بالنسبه للملفات اللي مشفره. حاليا كان معنا ملفات الدوغ هاوس اللي هو انا قلت لكم كان اسمه انتي هاوس اللي هو بيت النمل او منزل النمل، والسيكوريتي تراكس او سيكوريتي تراكس اللي ظاهرة امامكم، وهدول كلياتهم كان معنا بملفات اللعبة، والفهد الاسود كان موجود معنا بملفات اللعبة. وفي ملف مشفر واحد اللي هو اللي حيكون عند منطقة الجبل، ولكن ليش فرينزي فيها ريفت حاليا لحد هلا ما حدا بيعرف ليش فيها ريفت يا شباب. هيك احنا بنكون حكينا على الاماكن الجديدة نزلت معنا وجميع الاشياء والتسريبات. وبالنسبة للحزمة كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، لو انت حابب تشتريها بتشكركم على الدعم الخرافي وبرعاية الله.